تعليق اخير اتفضل للجمهور والمحب والعاشق للاهلي واللي ساعات بينتقدوا حبا فيه. طبعا طبيعي. الرجاء الوحيد قبل ما تنتقد اسال نفسك السؤال، لو انا المكان اعمل ايه؟ هل اللي انا عاوزه ده هيكون في صالح الاهلي؟ الانسحاب هيكون في صالح الاهلي؟ بالتاكيد هجاوب اقول لا، يبقى ما طالبش المجلس بيه. انا جبت صوره للكابتن خطيب، انا برضو ما اعرفش ايه اللي ممكن يحصل، والموقف الرسمي للنادي واضح. هات لي الصوره تانية يا سمير لو سمحت. الموقف الرسمي للنادي واضح، هو اتقال امبارح ان في قد يكون هناك اجتماع مرتقب لمجلس الاداره او اجتماع طارئ لمجلس الاداره. أي صحيح. علشان يتم اتخاذ فيه قرارات معينه. طلع بيان من النادي الاهلي مثلا في حاله زي دي المفروض انا اطلع اعمل ايه؟ هتقول بيان؟ ما انا لازم اقول بيان يعني. ماشي صحيح. طلع بيان من النادي الاهلي اتقال فيه ايه؟ اتقال يا جماعه ان ما حدش بيفكر في اجتماعات مجلس اداره قريبه ولا بتاع ولا اي حاجه. فانا بصراحه افتكرت الصورتين دول. اي حد يشوف الصورتين دول زي ما انا قلت في البدايه، الصوره اللي فوق تقريبا هي الصوره اللي تحت. ما الصوره اللي فوق دي القاره كلها دفعت ثمنها كام سنه قدام. ما هو ده اللي انا قلته. ما هو ده اللي انا بقوله. وخلي بالك بص كابتن خطيب فوق وبص كابتن خطيب تحت، تحس ان الصوره يعني هنا لابس كرافته وهنا مش لابس كرافته. ده الفرق في الصوره. ونفس التعبير بالظبط. والوزير العام فاروق برضه نفس الكلام. ولسه كنت هكمل لك، ما هو انا والوزير العام فاروق شوف هو هنا باصص يمين وهنا بس نفس التعبير بالظبط. هنا ما خسرنا من سان داونز وطلعنا من دور الثمانيه على ما اتذكر في 18 19 صحيح. وهنا امبارح في النهائي الافريقي انت حضرتك زعلان اللي حضراتكم شايفينه ده او تعبير الحزن الشديد جدا من الكابتن خطيب ومن الوزير عمرو فاروق ده علشان حضرتك خرجت من النهائي. بالظبط. النهائي الثالث على التوالي. النهائي الثالث على التوالي. الفرق الوحيد اللي كابتن بالزبط. اكمل النقطه دي. ما خرجتش من اي من دور ال 32 ولا طبع. من ال 16 ولا من دوري المجموعات. لا كمل ولا كمل. من كمل. ولا من بقيه ولا الدور اللي قبل، لا من الدور النهائي. صحيح. النهائي الثالث على التوالي. لا ده النقطه على التوالي. فحاله الحزن اللي حضرتك شايفها فوق هي حاله الحزن اللي حضرتك شايفها تحت عشان خرجت من المباراه النهائيه. تعالى لي يا سمير قول لي يا خالد عايز تقول ايه. الفرق الوحيد اللي بين الصورتين ان انت فوق معترف انك خسرت كوره. انما تحت انت ما خسرتش كوره بس. والنبي عشان برضو لا في جزء بس انا قلت بس. لا يعني احنا خسرنا كوره طبعا.